الإيقاع عالي ومتسارع وكل الناس جارية وبتصارع، ماضي الزمن الأضحى مضارع تبدأ حكاية دعم عدلان. عم عدلان والزمن الطشة وشكل الدنيا صبحة هشة، ناس تتغدى زمن تتعشى وناس جارية بدل تتمشى، ناس تتغدى زمن تتعشى وناس جارية بدل تتمشى وسرعة تعدل فيها القشة. نحنا ما بنعمل شيء لنفسنا، للجميع، لأننا عائلة مؤسسة. همك هم يا عم عدلان وغمك غم يا زول إنسان، تحلم ونحلم بالمكان، أسرة مؤسسة ناس ومكان، تلقى نفسنا الرايحة زمان بيت مسكون ومحبان، والف سلام يا عم عدلان. التقرير بيقول انك انت اجتهدت وحققت ارباح طائلة للشركة دي. انا؟ ايوه، لكن المصاريفات اللي كان بيوقع عليها أسامة كانت أكبر من الوارد، عشان كده الشركة انهارت ماديا، وما في واحد حيرجع تاني تقيف على حيلة إلا أنت. أنا؟ أيوة، عشان كده أنا عايزك تدرس الملفات دي، تضع علينا تصور يرجع الشركة دي تاني أحسن ما كانت. بعد المناسبة في ملف سري هنا في الملفات دي، الملف ده الوحيد اللي ممكن يرجع أسامة يقيف على حيله تاني، عايزك تدرسه كويس. أنا؟ أيوة أنت، لأنك من الموظفين الممتازين والمميزين جدا هنا في الشركة. كويس، حاضر. فضل فضل. بس لقيته، أنا أشيل الملف السري ده وسلموا لي طارق، أكيد حيفرح شديد، يكافيني بمبلغ محترم. واحد واثنين ديل، هاي قوموا شوفوا شغالتكم، بعدين بيسوينا لنا كلها ونسة، قوم على حيلكم. اسمع، ده مش نفس الراجل اللي طرد أسامة من الفيلا؟ الملف ده أسامة دار يحل به مشكلة المرتبات بتاعت الموظفين، نحن لازم نستفيد من الملف ده ونستخدمه لحسابنا، القطع ده اللي احنا لازم نتحصل عليها في أسرع وقت. وعدلان موافق؟ يا عدلان ده بيجي يسخ في نسخة غريبة، بعدين عدلان ده طلع راجل طيبان يا أخي، ده أحسن من أسامة بكثير،
تخيل الزول ده بيفطر مع الموظفين في ترابيزه واحده. يا اخي من كثرة ما الموظفين مبسوطين منه بيجوا يشتغلوا باخلاص وتفاني. الشهر كاتم لازم تفتن بيناتهم. تفتن بيناتهم كيف يا اخي؟ حتى مع يا اخي مع الكاميرات اللي ركبوها تحت المراقبه دي يا اخي ما في اي طريقه. انت الظاهر عليك تعبت شويه، لازم تمشي ترتاح. تعبت شنو يا اخي؟ ما في تعب، بس دي شكل الفلس اللي انا فيه. فلس؟ ما في مشكله، نحن بنريحك شويه. خلي دي معك. تسلم يا لورد، تسلم يا اخي. انا الزوج ما حخليه كله كله يخسى عليه والله. اصله اسامه ما قاعد يقصر معاه، اي حاجه محتاجه اسامه بيعملها له. كان طيب. انا شنو ما سويته له؟ اي حاجه الزوج دايرها انا سويتها له. ليه يا اخي فينا كده يا اخي؟ الطمع وحب المال بيعمل اكتر من كده. انا الزوج حامش اشيل ال 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 الفيديو ده وحامش اوري له عشان اوريه انه اسامه ده وراه رجال. قوم يا ولد اسامه. هاي بالراحة يا أخي، ما للدرجة دي يا أخي. أول حاجة الفيديو ده المفروض ما يشوفه أي زول. ثانيا نحن عاملين خطة نخليه يجي براه ويعترف. حاجة ثالثة إنه المفروض هو ما يعرف إنه نحن ماسكين دليل على خيانته. أنت كلام ده لك أنت بخشم خفيف. من ده؟ أنت ده؟ هذا الحوي أنا خشمي مو خفيف إلا في حالة الحرب، لكن من الليلة وكذي بخلي في الدولاب وبمرق الشغل. ده شنو بتخلي في الدولاب؟ خشمي. اضحكوا اضحكوا اضحكوا. السلام عليكم. عليكم السلام. تعال تعال. وين؟ وش ماشي طوالي؟ وين التلفون؟ يا اخي دقيقة. يعني شنو عدلة؟ تكسر القوانين؟ ليه؟ يعني عشان بقيت مدير؟ يا اخي اديني فرصة اشرح لك يا اخي. اشرح لي شنو؟ ما في شرح. شوف يا عدلان داير تتكلم؟ تتكلم بس ثابت. كلام ده مفهوم واضح، والقانون قانون. أنا ما قال المنصب بغيرك يا عدلان. يا خسارة. شوف كلامي واضح الثابت ولا بشيل التلفونات دي برجعها لأصحابها وننتهي من القصة دي ونفض الموضوع ده. يا عوض يا أخي أنا التلفون أصلا من البيت ما جبته معي. بعدين ثم ثانيا أنت الوظيفة بتغير عدلان الصاوي؟ يا أخي يا أخي وين الوظيفة شنو؟ كلها يومين ثلاثة والواحد يمشي بعد ذاك. نحن جايين بس نصلح الوضع الحاصل. والله يا عدلان أنا آسف، لكن كان قصدي بس إنه يعني. لا معلش معلش، أنت كده بتثبت إنك موظف منضبط وما تخاف حتى لو كان تفقد وظيفتك. يا سلام عليك، تفضل. لكن لو ما نسيته في البيت كان بقلعوا منك. السلام عليكم. ايه تعال. فين يا الحبيب؟ طوالي كده؟ طلع. ايه ما شاء الله. الحين تلفوناتك دي بترينا ما تشيلها. ما شاء الله. ما شاء الله؟ لكن كان تلفوناتك كثيرة يا. بعدين تزول موظف مرتبك موفق لثلاثة تلفونات وعربية ومصاريف، من أين لك هذا؟ ما بخصك. بعدين ما أنت الجهة اللي بتحاسبني. وأنا شكلي حاشتكيك لسيد عدلان وافتح فيك بلاغ بتاعي عشان السمعة.
بعدين انت ما عندك دليل علي. من قال لك انا ما عندي دليل؟ انا عندي دليل يوديك ورا الشمس. دليل؟ ايوه انا حاجيب الدليل وحيبقى عندي. تفضل دهرت عمل لي موضوع بتاع ونسه؟ انت موظف اربعه ولا شنو؟ اجري. مرض اللي شقك دي كلها تلفونات بتجيب القروش دي من وين انت يا اخي؟ هو ده لو ما ماسك عليه حاجه ما بتكلم ساي. بس انا ما عندي اي شيء يثبت انه متورط في فلاس اسامه وشركته. حتى الورقه اللي تراجع بيثبت اني نزيه. ولا ما كان عدلان سلمني الملف السري الحانقذ به الشركه. لكن كلام عوض ده ما حسيبه يمر مني ساي. حاسس ده يكون يفكر فيه. او حيكون كلام العوض ده خلى في راسه. كلمته وانا قلت العوض ده خشمه خفيف. هسا قرب يوريه ان احنا كشفناه ودارين نقبضه بالثابته. معناها الناس ديل شاكين فيني. انا احسن اكون حريص في تعاملي معاهم وهدي اللعب. اعرف انا اكلم له عدلان اخليه يجيب الملف اللي ادالي. بس الملف حين طارق يجيبه محل ما هو ده يمشي يجيبه. حاضر حاضر. شنو؟ ها؟ ما معك ما معك ما معي؟ انت هذول بتهم مراك يا ليت والله. شنو؟ زاد مربع عاد عليك عمي. شوف شغلك عمي على شغلك. فوضى كلام فارغ راسا ما دوق استعوى دورك. عايزك تبلغ الفاضل يعلم الموظفين عبر النداء الصوتي القرارات دي. حاضر. انا السبب في كل اللي حصل لابوي ده لانه رفضت اشتغل معاه وقررت اعتمد على كفاءتي واشتغل موظف واعتمد على نفسي زي اي شاب. وده كله عشان ارضى عمي عضان الصاوي عشان يرضى يعرس لي بنته ساره. لو كنت اشتغلت مع ابوي ما كان حصل لي ولا حصل لي ده. ايش ملص ملص لكن بنصلحك اكبر. واحد 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 واحد. يا اخي عزبتنا يا اخي. شنو واحد 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 يا اخي؟ انت عرس ولا شركه يا اخي؟ عملت لنا صداع يا اخي. يعني صوتي واضح؟ واضح. الموظفين الأكارم قرار رقم 12 وشراطة من المدير شخصيا من الليلة وصاعدا سيكون الإفطار على حساب الشركة. لكل الإفطاط الإصفاط فانا هتلحقونا شدي شي مجنين. انا ما قلت لك درابك ده خليه اسمها الاصطاف. الاصطاف عليك نور. كل اللي انت فهمت اخوانا خلاص فهمناه فهمناه. بس عليك الله عليك الله قول قرارك ده سري يا ما مثلغف. ده ما قراري انا ده قرار اداري. قولوا طيب عزبتنا يا الفاضل. يا تقول القرار يا بنقولك المطبخ. خلاص ازول خلاص مطبخ شنو كمان انت خلاص. ها اخوانا الاخوه الموظفين القرار قال لكم الفطور على الشركه والموظفين كل يفطروا مع بعض في صينيه واحده. عدلان ذاته حيجي يشارك معاكم عشان اخوانا القصه سمحه اللمه دي فيها سماحه ويكون بيناتكم ملح وملاح. وقال لكم اي موظف يجي بلبستين لبسه ينظفها مكتبه ولبسه يجيبها. وده كله لشنو؟ عشان نحس بالانتعاء الانتماء الانتقاء
الحقني على العوض يا اخي الحقني. الانتناء اسمها الانتماء. الانتماء عليك نور بس يا عم قلت هذه جاتها. يلا السادة الموظفين كلنا على القاعة تحت الفطور عشان بعد الفطور في انتماء ثاني. المكان اللي بتاكل منه لقمة عيش حلال مهما كانت كبيرة ولا صغيرة تتعامل معه زي كأنه ملكك بكل إخلاص وجدية. يعني ما تقول أعمل لهم قدر قروشهم، لا، أنت ما دامت قبلت الأجر لازم تأدي العمل. أما إذا أهدرت زمن العمل بدون إنجاز تكون وقعت في بير الفساد، والفساد نحن بنحاربه في الإخلاص والضمير والإحساس بالمسؤولية. أي واحد فيكم يجيب لنا مشروع، المشروع ده يساهم في إنه يرجع للشركة قوتها في السوق، والمشروع بينجح له مكافأة مالية كبيرة. أنا خلاص انتهيت. عدلان الصاوي كسب قلوب كل الموظفين ومن خلاله سيطر على كل الصفقات في السوق، وانت ما قدرت توريني الثغرات لأنه كرتك اتحرق عن عدلان، بقيت مجرد موظف. عدلان نجح بيروح الجماعة، ما كان تفكيره انه يدمر الغير. عدلان نجح لذاته عكسك تماما. أنا خلاص بقى ما عندي أي شيء، انتهيت انتهيت. أنا مش كده يا سمعان؟ عدلان انت بتغرف سامي؟ سمعان مين ده عدلان؟ عدلان؟ نعم. انت طيب وقت ما عرفت انه طارق حسن والمدير الاداري هم السبب في افلاس الشركه دي، ليه ما عاملتهم بنفس الاسلوب اللي تعاملوا بيه معك؟ هم قوتي، سلاحي اخلاصهم وتفانيهم في العمل. الإداري الناجح هو اللي بيخلي موظفينه إنه يشعروا إنهم هم بيهم رفعة الشركة وبيهم فشلها، ولازم يحسوا بإنهم هم مسؤولين مسؤولية مباشرة وإنه أمرهم شورى بينهم. ألو، أول حاجة عايزك تحفي لي وأنا على استعداد أرجع لك الفيلا بنفس المبلغ الرهنتها لي بيهم. يس 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 يس. أسامة يس. فرحنا معك يا أخي. أخيرا أخيرا محاسن حترجع لي. محاسن ونازل قول بسم الله. أقصد الفيلا دي حترجع لي. برافو. فرحان أنا سعيد سعيد. ما تتصوروا ما تتصوروا الحالة اللي أنا فيها. الحمد لله الحمد لله. وكذا نحن ذاتنا بتكون مهمتنا انتهت. يس. أيوه أنا إن شاء الله حأنسحب. أنسحب عشان أمارس حياتي كعائلة مؤسسة، وحأسحب معاي كل أفراد العائلة. فارس أرجع لمطعمه، ياسر حيمشي لمزرعته، سارة راح تمشي لبيتها، والفاضل وعوض حيكونوا في معيتي. لا معلش يا عدلان، انا بفتكر ان يعني وجودي هنا اهم يعني. لا ما اظن حنحتاج لك، لانه انا حاسحب كل الكاميرات في المكاتب
أخطها في المداخل والمخارج لحفظ الأمن والسلامة. بعدين أقول لك كلام، حتى الصوت أنا حاسحب. لكن ليه يا أخوانا؟ لأنه أي موظف حتكون كاميرته ضميره. الحال أنا كنت دار أطلع مواهبك مزيء. الإيقاع عالي ومتسارع، وكل الناس جارية وبتصارع، ماضي الزمن الأضحى مضارع، تبدأ حكاية دعم عدلان. عم عدلان والزمن الطشة، وشكل الدنيا صبحة هشة، ناس تتغدى زمن تتعشى، وناس جارية بدل تتمشى، ناس تتغدى زمن تتعشى، وناس جارية بدل تتمشى، وسرعة تعتر فيها القشة. نحنا ما بنعمل شيء لنفسنا، للجميع، لأننا عائلة مؤسسة. همك هم يا عم عدلان، وغمك غم يا زول إنسان، تحلم ونحلم بالمكان، أسرة مؤسسة ناس ومكان، عند نفسنا الريحة زمان، بيت مسؤول أمور محبان، والف سلام يا عم عدلان.